إلى جنوب الوطن، ومع انتشار الكبير لأنواع الأغذية لا يزال أهل الصحراء والجنوب يتمسكون في استهلاك أكلات شعبية والتي تتسيد المائدة الصحراوية على غرار طبق الكسكسية. تفاصيل مع عبد العالي رحومة وهشام بشكيت. فتل البركوكس والطعام والحبات والمرشومة بطريقة تقليدية لا تزال مطلوبة من قبل أهل الجنوب. نفتل البركوكس، عيش بركوكس، حبات مرشومة، طعم الرقيق، ويدو عليب، عيش مرور، كلش طعام فيه تعب. نفتل ونفور ونيبسها، يدو لا يبس يجبدو ياكلو. ما ي... الدراوات عييت من شريان الدراوات، نبدل دراها نحضرها، نبدل دراها نحضرها، نيبسها على حقيقتها. ثلاث ايام ولا اربع ايام هنا هكا في الظل، ومن بعد نخرجها للسمش. الحاجة نوبة ربة بيت استقبلتنا بمنزلها، وهي في العقد السابع من العمر لا زالت تحافظ على مهنة فتل أجود أنواع الكسكسي منذ أزيد من 28 سنة. ملي توفى الزوج نتاعي وأنا نخدم في هذه الصنعة، نغسل، نفتل، نغسل الصوف، نغسل الزرابة، نوت بها أولادي، عرست لهم بها. 28 سنة وانا في هذه الصنعة هذه. يفتلوا نفتل، يجوا يشروا عليا، يدوا عليا بال25 بال10 ديما يجيبوني. غير دروك هاي دارت لي مرة تليفون على قمطار. مهما اختلفت الأطباق وتعددت، تبقى نكهة الكسكس لدى الحاجة نوبة مقصدا لكل أهالي المنطقة في الطلب عليه رغم رياح العصرنة.